أنا 5 سنين كنت بدارية وجيت على صحنايا بس الأيام كان دارية كانت كتير حلوة بس هنا هي حلوة الأيام سموت الدارية عدل ما هبون بين صورة بري ما بمت شون ما بمي خراتك ما جنب شون جنب خراتك أنا كنت بصف الأول بفكر حضل بدرس بسوريا قبل 5 سنين الحمد لله كنا عايشين بأمان والحمد لله رب العالمين كفي الأمان والاستئمان يعني واحد كل واحد عايش ببيته ومرتاح كنت بسوريا مبسوطين وفرحانين كنا نلعب وناخذ دراسة وأرى أهلي مبسوطين 5 years ago I was traveling a lot between the Syrian cities and I was studying civil engineering 5 years ago, I was teaching computer networks principles at Damascus University. 5 years ago, I was back home in Damascus, Syria. I had a good life, socially and financially.